القلقاسي اللون ده، القلقاسي اللون ده عمرك ما تلاقيه عند حد غير عندي العبد اللي انا شو والله. ولا الطعم ده نعمه ولا هيمه، ده انت يعني بص شوف شوف الفراخ عامله ازاي، شوف الفراخ شوف الفراخ. لا ده بص قطعه قد ايه يا بوتو، شوف قطعه قد ايه يا بوتو، قطعه قد ايه شغل بوتو الشاي. لا ده هتخرج منها تودع الجيم. بصوا اللحمه، بصوا اللحمه وحلاوتها. صباح فل، صباح عسل، جمعة مباركة عليكم، عاملين ايه وحشتوني. بصوا النهاردة الجمعة، انا قلت كده انزل السوق اشتري حاجة الاسبوع ونعمل كده جدول اسبوع ان شاء الله باذن الله، يعني لو ربنا وفقنا ولقينا عرفنا نشتري حاجات فهننزل بقى السوق نشتري شوية حاجات اللي ناقصانا، خضار وحاجات من دي للبيت. لا ما عنديش في البيت لا خضار بقى ولا اي حاجة من دي، ولا خضرة ولا طماطم ولا بطاطس ولا اي حاجة. هنزل اشتري شوية حاجات وبعدين ايه هوريكم انا هشتري ايه. ماشي، صباحكم فل وعسل وهنا وجمعة مبارك عليكم. جبت ايه؟ ثوم وبصلة. بصلة بطاطا بكام الدورة؟ 6 ب10 يا جماعة. الستة ب10؟ جبت التلاتة ب5 هم اللي معايا فك. شم شم خلاص كفايه. بصوا يا ولاد بقى الجمال، وانا ماشيه بشتري حاجتي قلت طبعا لازم اجيب بقيه حاجتي من عند ايه الحاجه حماده حربي، يعني انتوا عارفين. فلقيته عامل حاجات بصوا تحف، اطباق صغيره كده من الحلويات فيها تشكيله جميله، وبصوا ما شاء الله ما شاء الله، بصوا ترط وحاجات كده تحفه ما شاء الله. في اكلير ده صح؟ ده اكلير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كله تحفه كله تحفه. وريني دي كده، وريني دي حبيبي، ما شاء الله ما شاء الله، حلو قوي قوي ما شاء الله، كله حلو طبعا. صلى على النبي صلى الله. تعالى على البلد. بصوا يا ولاد بقى انا عملت بصوا وليمه قد ايه، اشترينا حاجات كتير كتير الاسبوع ده، هنفتحها مع بعض حاجه حاجه. لكن اهم حاجه عايزه اوريها لكم بصراحه حاجات انا جبتها، هنبعد بس الحاجات دي وتعالى اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. اول حاجه الشوكولاته اللي انتوا سالتوني عليها اللي هي بار بروتين، اللي هي دي عايزه اقول لكم هي دي من عند الحاجة حماده حرب، الحماده حرب اللي هو في سوق الحزبه اللي هو عند الجندول، في اول ما تسوق الحزبه تلاقي الحاجة حماده حرب، هو ما فيش هناك حاجة حماده حرب اللي هو. بصوا دي بار بروتين اللي هي الشوكولاته اللي بالقهوه وباللوتس، دي زيرو. بصوا يا اولاد دي 70، دي 70 زيرو، دي 70 اللي هي دارك خالص يعني، وطعمها فوق ما حد يتخيل. فجبت دي من عنده، وعنده شوكولاته دارك برضو بالبن فظيعه، وعنده شوكولاته ثانيه يعني مش دارك برضو فظيعه. فقلت اوريكم دول. اول بصوا ده جاتو السواري فظيع، شوفوا ده وزنه قد ايه، 30 تقريبا او حاجه زي كده. بصوا يا اولاد الجمال حاجات حلوه قوي 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 ما شاء الله. بصوا قربي كده يا نادين، بصوا كل علبه مختلفه يعني هريسه وبالشوكولاته وتشكيله من كله تشكيلات. وبصوا كمان في عنده الاكرير ما شاء الله، التورتايه دي فظيعه، دي كلها مانجا ولسه جايه دلوقتي حالا. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه كمان. بصوا يا اولاد انا عندي بقى الجاتوه والحاجات دي عشان لما الضيوف يجوا بالليل.
فجبت بقى ايه من السوق. بصوا ده الدوره كان الستة ب10، جبت التلاتة بخمسة جنيه، ما كانش معايا غير 5 جنيه فكه يعني، فجبت التلاتة بخمسة جنيه. وكان في هناك شوك فرضانيه كده بتتباع ال 4 ب10، جبتهم لسه هغسله. وجبت ده الست صابون سايل كانت ب 15 باين تقريبا. وجبت خضره، جبت خضره وشبت، دول خضره وشبت بقى حبه حلوين كده، هقعد انضفهم واحطهم في علبه في الثلاجه. وجبت ايه يا نشوه، جبت توم، التوم هناك بس ده صغير ما شفتوش، هو بيدولي التوم ب 15 جنيه، لو كنت شفته هو بيدولي كنت نقيته الكبير، بس هو ضحك عليا بقى وجابولي الصغير ومش حلو قوي يعني، ب 15 جنيه التوم ب 15 جنيه جبته. وجبت ايه، جبت تين عشان انا عايزين نعمل الجدول سوا النهارده، بس التين ما ينفعش يتحط في ورقه لان بيبوظ. بصوا يا اولاد التين مفشر ازاي بالسلطه على النبي، بصوا بيبقى عسل عسل، التين ده عسل، مش عارفه انتوا بتسموه تين برشومي ليه، معرفش يعني، بس ما هوش ده التين البرشومي. والبصل كان ب 2 جنيه، جبت ب 10 جنيه 5 كيلو بصل. وجبت الطماطم كانت ب 5 جنيه، جبت طماطم ب 20 جنيه، جبت 4 كيلو طماطم بس بالصلاه على النبي ايه بالواحده. بصوا الطماطم بالواحده كلها حلوه، كلها احلى من بعضها. جبت طماطم وجبت ملوخيه، جبت ملوخيه 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 يا جنه، خدي يا جنونه يا عسل يا بيضه، خدي يا جنونه، وانا عندي اللي جنه ونانو، خدي يا نان. حاسه ايه؟ حاسه بايه يا جنه؟ انا عمري في حياتي طلبت منك حاجه يا جنه، خدي خدي، تعالي تعالي تعالي، رجعت تاني واطيه نادي. تعالي تعالي بصي بقى، والنبي عشان خط تقعدي هنا في وشك ملايه هنا على الارض، اقعدي لو هنا يبقى نظف. تعالي 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 يا جنونه، بتبهدلي ازاي جاي عندها تبهدلي؟ ايوه اقعدي هنا وترزع، خدي يا نادي ارانو، تعالي نام، مش تعالي نام من ورا الكاميرا، تعالي مش عارفه اوطي اتبطي بقى، اتبطي على الارض وايه واعملي، اقعدي يا نانو معاها، يلا يا نام. بصوا بقى وجبت ايه كمان، جبت بقى لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا ولاد، جبت سليبر، السليبر اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ شبشب، هو احنا بنقول شبشب شبشب، المهم جبت بتاع كده يعني هو بيتلبس في البيت، بالصلاه على النبي حلو قوي 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 جميل، اكتر مده يعيش معاك ب 20 جنيه ب 20 جنيه والله، وحلو وطري وجميل والله، وفيونكي ومتدلع وحلو قوي. بصوا يا ولاد هاتلي جيبي لي حله، هاتلي لي، بصوا يا ولاد جميل بالفيونكه ازاي؟ البسه وانا قاعده في الشقه. وجبت ايه بقى؟ جبت ايه بقى؟ جبت ايه بقى؟ بص ده بن محوج فاتح، لان انا جبت بن محوج غامق ما عجبنيش. فجبت بن محوج وسط. ماشي؟ ماشي. وجبت دي لفه جلاش، ولا دي لفه جلاش، دي لفه جلاش، ودي لفه رقاق طري. بص عايزة اقول لك الفرق بينهم، ما انا كنتش عايزة افتحهم يعني، بس هوريك الفرق بينهم. لا وطلع صح، ممكن يطلع كل ال ساعات بيجيبوا لي ده، ما ده هو ده، ده حاجة وده حاجة، ده جلاش ويطلع هو هو برضه. ما علينا، المهم يعني جلاش ورقاق طري. وجبت لفة، جبت نص كيلو كنافة، دول ب 30 جنيه. يعني قولي 10 و10 و10 مثلا، بس انا ما اعرفش كام، بس هم ب 30 جنيه. وجبت نص كرتونه بيض، بالصلاه على النبي نص الكرتونه ب 30 جنيه. بصوا اهو نص كرتونه بيض. وجبت ب 20 جنيه عنب، عشان العنب اليومين دول ب 5 جنيه، والله العظيم عايزه اقول لك عنب بناتي عسل. بص العنب عامله ازاي؟ عنب عنب يستاهل بقك والله العظيم. جبت ب 20 جنيه الكيلو ب 5 جنيه، جبت 4 كيلو ب 20 جنيه، هعملهم شويه زبيب صغيرين على قد كده، على قد وانا قاعده، هنعملهم سوا ان شاء الله باذن الله. بس ايه؟ هعملهم بقى ايه؟ عايزه ايه؟ صينيه؟ اقعدي اقعدي هتفضلي قاعده على اقعدي كده يا نانو. ماشي يا ولاد. وجبت ايه بقى؟ جبت بصل ابيض، غل البصل ده عشان انا كنت عايزه اعمل شويه محشي بصل، فانا بحب محشي البصل بالابيض مش بالبصل الاحمر. فكان البصل ال 2 كيلو ب 5 جنيه،
جبته، جبت بتلاتة البطاطا. البطاطا شكلها غريب كده بصراحة يعني، بس هو قال لي احنا غاسلينها مش عارفة. بطاطا بكيلو بتلاتة جنيه، جبت الخمسة جنيه بطاطا حبة حلوين كده اهو حلوين. وجبت ايه كمان؟ بصوا بعشرة جنيه ده هم على بعضهم، بصوا ده هم على بعضهم بعشرة جنيه، عبارة عن فلافل ألوان وبنجراية. لا بعشرة جنيه. جبت ايه بقى اللي كان غالي يعني وانا مستغلياهم؟ السمك. السمك والجمبري اسعارهم نار. جايبه كيلو الجمبري ب 120 جنيه، بصوا عامل ازاي. بصوا الجمبري عامل ازاي، هو ما شاء الله حجمه كبير يعني، هو مش صغير، هو ما شاء الله حجمه كبير بس برده 120 جنيه غالي. وجبت سمك بلطي اللي احنا بنسميه شبار يعني، بس هو انتوا بتسموه بلطي. بالصلاه على النبي انا هغسل ايدي اهو، بس عايزه اوريه لكم. الكيلو ب 40 جنيه بس ده عشان صابح لسه احمر اهو، بصوا ازاي. بصوا السمك ده عشان صابح لسه احمر، بصي بتفتحي الخياشيم كده اهو، كده اهو تلاقيها لسه حمرا كده اهو، حمرا وردي، تعرف ان ده لسه صابح. فالسمك ده بقى لسه صابح اهو، جبت منه كيلو ونص وجبت من ده كيلو. هنعمل منهم اكلات. هغسل ايدي واجي. ونانو حطت لي الدراع هنا يعني، كانت حطاهم في اوضتهم وبعدين دول التلاته. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، شقايا وتعبي مجهودي واسمي و و و و و و كده مجهودي وشقايا وتعبي. بصوا بقى السلطه على النبي. بصوا بقى يا اولاد انا هنعمل ايه جدول. انا عملت الجدول قبل ما امشي كده على السريع، قلت اقوله لكم بسرعه. احنا قلنا كده بالصلاه على النبي، هاتي ورقه وقلم واكتبي معايا. قلنا النهارده الجمعه بمشيئه الله انا طلعت حته لحمه كان ابن عمي جايبها لي ربنا يبارك له. ما طلعتها ما طلعتها ما طلعتش حته اللحمه. انا اصلا اعمل ايه نفسي مش عارفه. استنوا يا اولاد خليكم تعالوا. بصوا يا اولاد الصلاه على النبي كده، تعالوا حته لحمه حمراء لوز لوز، دي كانت ابن عمي مخلف جاب تميم بقى ربنا يبارك له، ويا رب يفرحوا بتميم ويفرحهم بتميم وسعد وبالعيله كلها. قلت بقى ايه اما اطلعها تفك كده، بس انا نسيت اطلعها تفك قبل ما امشي. عايزه اقول لكم حته لحمه عامله ازاي؟ حمرا لوز لوز، ومطلعها حته فرخ. مطلعها ليه فراخ ولحمه يا نشوى؟ انا هاخد حته لحمه بس صغيره. انا هاخد حته لحمه صغيره عشان هعملها في طاجن ورق عنب. النهارده يعني بتبقى الاكله ايه؟ في الجمعه بتبقى اكله يعني اكله ايه؟ اسمها ايه يا اولاد؟ اكله ايه؟ ايه؟ تبقى يوم الجمعه كده اكله حلوه، يبقى كلنا قاعدين ومفيش حد بقى نازل وكده، وابراهيم بيجي يقعد معانا بالليل. يعني بتبقى اكله حلوه كده. احنا يوم الجمعه دايما بنحاول ايه نغنيه كده شويه. فعندي فرخه صغيره طلعتها، وهاخد حته لحمه من اللحمه دي احطها في الطاجن ورق العنب. يبقى انا عملت لحمه وفراخ. ده خلاص الجمعه ان شاء الله. بكره بقى باذن الله باذن الله تعالى يعني من غير مقاطعه ان شاء الله، لو ربنا قدر لنا يعني يوم السبت ان شاء الله باذن الله هعمل. يوم السبت انا كاتباها على الواتس. استنى الصبح كتبت الحاجات دي ما لقيتش ورقه وقلم، قعدت اكتبها على الواتس. بص يوم السبت ان شاء الله باذن الله هيبقى كفته جمبري اهو. الجمبري انا جبته، هعمله كفته جمبري وصينيه بطاطس بالجمبري. طب النهارده بكره النهارده محشي والقاس ولحم محشي. جايه انا جايه اكل معاكم. هو انت كده لسه ما جاتيش؟ لا. متخلف جنه بتقولي انا جايه اكل معاكم، جايه فين ما احنا هنا. المهم بكره قلت هعمل جمبري يوم السبت. خلاص ان شاء الله باذن الله. يوم الاحد بقى ان شاء الله باذن الله، يوم الاحد ان شاء الله هعمل كشري مصري. عندي تحت المكرونات والرز. يا بابايا اعوذ بالله على البصه اللي اتبصت لي. عندي تحت مكرونات ورز وحاجه الكشري كلها. جبت بس الطماطم والبصل اهو، يبقى كده خلاص عندي حاجه الكشري. ده اللي هو يوم ايه؟ الاحد. يوم الاثنين سمك. كنت عايزه كنت انا كاتبه في الورقه سمك بربوني، بس انا يوم الاثنين ما لقيتش بربوني، واللي لقيته كان غالي قوي. فجبت ده كيلو 35، جبت كيلو ونص تقريبا ب 55 جنيه. وهنعمل بهم غدوايه حلوه محترمه. السمك ده اللي هو يوم ايه؟ احفظهم بقى ركزوا معايا، اقول لهم يوم الاثنين. يوم الثلاث بقى ان شاء الله باذن الله احنا هنتهي
السبت والجمعه نحب نعنش كده البيت. يوم الثلاثة نطلع عندي طبق فراخ بانيه هنا ومكرونه بالبشاميل. بصوا هقول لكم، عايزه اقول لكم على حاجه، عارفه اللي بقول لك لم النعمه تلمك اهي. بصي كان عندي طبق لحمه مفرومه ده ربع كيلو، يعني ده اصلا كان متبقي من اكل قبل كده، مش استخدمته كله. بصي ده ربع كيلو لحمه مفرومه، شايفينه؟ هحطه مع شويه مكرونه بشاميل، لو عامل لهم شويه طاجن بشاميل على حته فراخ بانيه معايا بقى، ويبقى احنا كده خلصنا ايه يوم الثلاث. الاربع قبل عجة بيض، اللي هي البيض بالخضره بالبطاطس. عندي اقل البطاطس واعمل بيض وخضره وجرجير وحاجه حادقه واكله كده قشطه قشطه قشطه. الخميس ان شاء الله بيبقى تحدي خير لو ربنا اراد ليا الصحه. يوم الخميس ان شاء الله هيبقى تحدي خير. احساسي هيبقى كفته رز. احساسي هيبقى كفته رز، والله اعلم، لسه مش عارفه، بس انا ان شاء الله ناويه ان انا اعمل كده يوم الخميس لو ربنا يعني اراد لي البقاء. بس كده خلاص، نخش بقى نعمل غدا، ودي مشترياتي وجدول الاسبوع. وعايزه اقول لكم ده صابون سايل للمواعين، ده كله ب 15 جنيه باين او حاجه زي كده، 15 المهم. وطلعت بقى الاكل كده، والنهارده نعمل اكله حلوه ونلم بقى الحاجات دي ونعينها ونظبط الدنيا ونروق الدنيا. شطوره انا بقى ولا مش شطوره؟ استاهل لايك ولا ما استاهلش لايك؟ اديني جبت لكم السوق لحد عندكم. بس السوق ده بتبقى اسعاره رخيصه وحاجته حلوه. انا بنزل السوق ده بتاع سوق يوم الجمعه، الضميطه اللي بيقولوا لنا شويه سوق ايه؟ سوق يوم الجمعه. سوق يوم الجمعه فين؟ هقول لكم يا اولاد، هقول لكم. عارفه غيط النصارى؟ لما تمشي كده على طول بتلاقي اكنك طالعه على طريق بورسعيد. عارفين مدرسه شطه؟ قبل ما يجي مدرسه الزراعه او بعد مدرسه الزراعه، مش عارفه اوصفه لكم. ممكن كمان تطلعي له من السياله عند محله ابو سكندر بتاع الجنب. بصوا انا هتوهكم، لان مدرسه الزراعه باب الحرس، هو مش باب الحرس. المهم يعني انا بطلع له بقى منين؟ انا بمشي له منين؟ انا كنشوه بمشي من مفارق السياله، وافضل ماشيه على طول اكنك رايحه على شاطئ، بتلاقيه على ايدك الشمال. بس ده السوق. سوق بقى مليان طبعا. طب انتوا كلهم عارفين سوق يوم الجمعه، انا ايه اعرفكم سوق الجمعه يا ولاد؟ انتوا عارفينه، انتوا بس تاهينا. النبي ما تعرفوا الا هو، والله ما تعرفوا الا هو، بس اسمعوا الكلام. سوق الجمعه، جبت العنب بخمسة جنيه، والحاجه هناك رخيصه، بس عايزه يكون عايزه سوق الجمعه ده عايز شويه صحه وشويه حد يشتغل معاك الشنط، يعني ربنا يبارك له. علي كان بيشتغل معايا، دخل العربيه عشان ما يخلينيش اشتغل كتير. بس نعمل بقى حبه الحاجات دي والعين بقى، ونظبط الدنيا بقى كده، ويوم البيت خير وبركه. والله العظيم، والله الحاجات دي ما عدا الجمبري والسمك، انا لو انا قلت لكم نازله يجي ب 150 جنيه مش هتصدقوني. ليه؟ لان انا جايبه ب 5 جنيه ذره، ب 5 جنيه خضره، ب 20 جنيه طماطم، ب 20 جنيه بصل، جايبه ب 10 جنيه توم. هو الكيلو ب 15، بس ما كانش معايا غير 10، فاكر جبت ب 10 جنيه توم، جبت ب 20 جنيه عنب، هنعمل بهم شويه زبيب محترمين. البصل ده ب 5 جنيه، دول ب 10 جنيه، دول ب 30 جنيه، التين كان الكيلو ب 15 جنيه اديته 20 جنيه، جاب لي بالصلاة على النبي. بص كده التينايه مفشره ازاي؟ لو اخواتي هنا دلوقتي كانوا هيغموا عليهم، بيموتوا في حاجه اسمها التين. عند اختي الكبيره تعشى حاجه اسمها التين. يلا بصوا بقى، بعد المشوار والفرهده والسوق والمشتريات، لازم اعمل بس طبعا عشان جايبه بن جديد، فلازم اول حاجه بعملها ان انا ادوق البن، مع اني عارفاه طبعا، بس يعني عايز اظبط دماغي بقى عشان نبدا بقى نروح نحط فنجان القهوه. بصوا جماله، بصوا حلاوته بقى، هو ده بقى مفيش سكر فيه على فكره. المهم قعدنا بقى كده، عملنا خلطه المحشي اللي احنا عملناها مع بعض 500 مره، يعني طماطم على البصل على الثوم على الفلفل على الفلفل الحامي، يعني على ملح فلفل ببهاراتك بالحاجتك كده، تقلبي ده كله ببعضه، ونضيف عليها الرز والخضره وظبطيها وحبه زيت كده، وخلاص كده خلصنا خلطه المحشي. هنحشي ايه بقى؟ المهم هنا هنحشي ايه؟ طبعا انا جبت لكم في اول فيديو هنحشي ايه. احلى محشي تاكليه في حياتك بجد بجد والله، اللي ما جربش محشي البصل ده يعني فاته كتير. اول حاجه انا بحب البصل الابيض، جبت البصل الابيض وقسمتها كده في النص، مش وصلتها للاخر، يا دوب بالسكينه كده لحد النص بتاعها، وهحطها في الميه مفيش دقيقتين. يعني البصل كده انا ده حوالي كيلو بصل، هحطه في الميه لمده دقيقتين، اطلعه بقى اما اطلعه واقول لكم هنعمل فيه ايه. عمال ما هو يكون اتعمل، بص ورق العنب ده كان يمكن اخر كيس ورق عنب انا مخزناه، عايزه اقول لكم اكني لسه جاي دلوقتي وكنت مخزناه.
ني يعني، ما كنتش سلقاه ولا اي حاجه خالص، كنت لفاه بورق الاسترتش كده رول زي ما انتم شايفينه، وبطلعه اخضر من الديب فريزر اكنك لسه عاملاه دلوقتي. لفينا كده كان بتاعه محشي كانت دقيقتين خلص، وطلعنا البصل حطيناه في شويه ميه ايه برد. بصوا الحلويات عايزه احوطكم، وانتوا كلكم متعودين، بس والله العظيم انت ما تتخيليش الفرحه اللي انت ما يكون عندك حلويات وتقسميها كده. انا عملت اطباق لاخوات علي ولاختي، يعني عشان كانت اختي هي اللي كنت انا في المناسبه دي رحلها، اختي واحده من الاخوات كلهم، فقلت اجيب لها طبق، وقسمت الامل والحنان كل واحده طبق حلويات كده صغنطوط على قد ناكل كلنا زي بعض، يعني انا يبقى عندي نفس الطبق اللي عند اختي واللي عند اختي اللي هي اختي اللي هي يعني اخواتي اللي هي منهم اخوات علي. فعارفه انت احساس حلو جدا. ليه انا جبت اللقطه دي؟ عشان اعودكم، ومش عشان ان انا اقول لكم ان انا جبت الاخوات علي بقى ولاخواتي، ولا والله ما هذا الغرض، لا، بس ان انت تعودي نفسك ان انت تاكلي انت واللي حواليكي حاجه حلوه. المهم كان عندي حته اللحمه دي كده بقى قطعتها زي يعني زي شكل اللحمه الستيك او زي البانيه، عارفه انت لما بتجيبي فراخ البانيه كده وبتقطعيها، وهتجيبي حته زبده كده صغيره، معلقه زبده عليها معلقه زيت، وتشوحي كده في الجريل تاخد صدمه، عشان نحشي طاجن ورق عنب باللحمه كده الستيك، يا سلام على جماله ويا سلام على حلاوته. تاخد كده تشويحه، ولما تاخد اللون الحلو ده تقلبيها الناحيه التانية يمين وشمال، بس انا بحب اغمقها سنه عشان تحس ان هي قلبه على شوي كده. البصل قلوب البصل بقى، قلوب البصل هي اللي هنحطها، قلوب البصل اللي احنا سلقناه، مش احنا سلقنا البصل، اخدنا كده البصله كلها، بس القلب بتاعها ما ينفعش يتحشى، فقلوب البصل كده بحطها تحت الطاجن المحشي طاجن ورق العنب، ونحط عليه اللحمه الستيك زي ما انت شايفه كده، وتشوحيها يمين وشمال، وبعدين تحطيها في الطاجن ده، وتحطي عليها بقى الورق العنب اللي انت حشتيه. انا كان عندي كام كوسه كده في الثلاجه، كده كده كانوا هيضربهم في الثلاجه لو سبناهم بقى ومفيش طبخه، لانه كانوا قليلين، فقلت احطهم كده واحط عليهم ورق عنب وفلفلايتين، وخلصنا طاجن ورق العنب كده زي ما انت شايفه، عليه شويه ليمون، معلقه صلصه حلوه، وتحط عليها شويه، ما تحطيش شوربه لان كده كده اللحمه هتستوى وهتنزل طعمها. حطينا عليها شويه ميه سخنين، وبعدين تقفليها كده وتدخليها الفرن. انا حطيتها على البوتاجاز بصراحه شويه، وبعدين دخلتها الفرن. والمحشي البصل فتحناه زي ما انا وريت لكم، وحطينا كده عليه شويه ملح ومكعب مرق لان مفيش شوربه، وتحشي شويه محشي بصل. في حياتي ما دقت محشي بالحلاوه دي، معرفش ليه انا حبيته قوي 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 كده بجد. محشي البصل ده، او انا مش طعمه بصل يعني، اللي مش عارفه او اللي مش معتاد عليه، مش طعمه بصل كده يضايقك، لا، هو طعمه حلو جدا يعني. انا كان كذوق الشخص دلوقتي من احلى انواع المحشي اللي انا احبها دلوقتي، لا، محشي البصل. المهم كده دي الفرخه اللي احنا كنا متبلينها زمان، حطيتها كده بشويه ميه ودخلتها على البوتاجاز على طول، طلعتها من الثلاجه. حلو بقى ان انت تكوني متبله حاجه وحطها في الثلاجه. اللحمه دي انا بقيت اللحمه انا قطعتها، وكنت والله هعينها، بس علي قال لي انا عايزه اكل لحمه بقلقاس، فسلقت له بقيه اللحمه، وبعدين كان عندي كيس في الفريزر قلقاس، نزلته كده في شوربه اللحمه، وانا بحب احط على القلقاس بصلايه بمرته، يعني ايه مرته؟ بصلايه بملح فلفل بكمون، واسيب كده القلقاس يستوى. عمال ما احنا السلق، نحط على السلق كوبايه ميه وتضربيهم في الكبه. كانت الفراخ استوت معانا، بصوا، وهي اصلا المفروض ما تحطيلهاش ميه، ان هي كده كده بتنزل ميتها، استوت جدا، فانا استعجلت عليها، وكان ممكن افتحها تحت الشوايه، لا، انا فتحت عليها الاير فراير اللي هي القلايه الهوائيه. بصي بقى السلق اللي حطينا له كوبايه ميه، صفيه كده، عايزه تاخدي لون القلقاس الاخضر اللي بيجي كده في الافلام بقى والقنوات الطبخ والحاجات دي. حطي ميه السلق، اضربي السلق بكوبايه ميه، وبعدين صفيها بالمصفى، تطلع شايفه اللون الاخضر الطبيعي اللي على القلقاس. بجد بجد ده من اكلات الشتويه الحلوه قوي قوي قوي، والمغذي وفظيع يعني. السلق ده ليه ناس عشاقه يعني. عملت كده طبق زغم، شوف الفراخ طالعه لونها عامل ازاي، ما رضيتش احط لها صلصه عشان تاخد اللون الشوي، لا، حطيت لها اللون ده. اللحمة كانت استوت معانا اللي احنا قطعناها وحطناها في الشوربة، كنت انا عاملة في البولة الصغنطوطة معلقة صلصة وحلاها حبة كركم وحبة زيت وحبة ليمون في بولة كده صغيرة. بصوا السلق لونه عامل ازاي، في طعمه فظيع. دهنت كده اللحمة بالصلصة ومعلقة الكركم وحبة الزيت، بيطلع اللحمة طعمه وسوى فظيع.
وتحطيها بقى تقليها تدخلها تحت الشوايه. انا بقيت بستعمل الجهاز ده كأنه شوايه لانه سريع جدا وما شاء الله عليه حلو، فبقى سهل. بصوا محشي البصل طالع المحشيه ماسكه نفسها ولا مفرفت ولا حاجه، بصي ملفوفه على نفسها ازاي، فظيع. احلى محشي تاكليه في حياتك. ولا المكرمله دي بقى يا لهوي ده مزاج. ورق العنب طلع قلبته كده يعني، بصوا اخدت اللحمه زي ما تكون مشويه. والله شايفه اللحمه يعني، ابراهيم بيقول انت شوياها، فانا قلت له اه بصراحه بس انا مش شويها ولا بتاع. والفراخ مستويه دايبه دوب، كان اكل كله ما شاء الله ما شاء الله. ولا القلقاس يا سلام، احلى حاجه عجبتني في الليله دي كلها القلقاس ومحشي البصل، كانوا الاتنين فظاع. عملنا الاكله كلها، وبصوا اللحمه مرضتش اغيبها قوي عشان ما تاخدش الشد قوي يعني، فاهمين، عشان ما تشدش معايا، فطلعتها اللون ده حلو جدا ومستويه قوي وزي الفل. تعالي لي تعالي لي الحاجات الحلوه دي بس. صوت ووت ايه الاكل الحلو ده؟ بص بقى تدوق حاجه حاجه. لا في حاجات ما بحبها زي ده خضار جديد طالع دوقه. لا ما بحبش. يمكن يعجبك، جرب. تعالوا دي بري ده لحم محشي. اه هو محشي طعمه زي المحشي، طعمه زي المحشي. هو محشي محشي ايه بقى؟ مش مشكلة. ايه المهم المهم فرق بينهم يضحك بنطون. بس ولا بس 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 احنا ايه والنبي عشان انا اتخنقت. بص حتة صغنطوطة ازاي ده نايبك النهاردة. ده اكل تاني بس يعني، تاكل دي وتروح، مفيش اكل تاني. بص سوال منبر ده ورق عنب ورق عنب ورق عنب. بص يعني عامله لك حاجه جامده طبعا. جاي دوي ابراهيم بس امير ابني حبيبي يدوق بقى. يلا يا هي مفتح بوك. لا افتح بوك يا ابراهيم. تدوقيني ايه؟ افتح بوك يا ابراهيم. افتح بوك يا ابراهيم. خد يا ابني انت دوق. دي جاي تدوقيني يعني تاكل ابراهيم محشي ولحمه وجات. انت بتاكل المفيد. ده المفيد. انا عايزه اغسيه. لا بصوا 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 بقى بصوا بقى بصوا اللحمة، بصوا اللحمة وحلاوتها. أكيد والله عشان ما يشعر. أصل هو ده اللي هياخد أختك وهيمشيها من هنا، بس أول ما يمشيها من هنا إحنا بنعمله حلو بس عشان دي. أنتوا مين هتدوقي؟ يا ناس شبيتوا وتدوقي؟ أرحم الأيام ده وادي. تعبوا تدوقي يا أختي. بصي النمر هيدوق إيه بقى؟ مش بصل. ده فظيع. ده حلو. اللحمه دي حلوه بجد؟ في لا ده انا عامله لك ايه يا امير؟ ده انا بص عامله لك حبه كده غامقين عشان انت بتحبهم. ده بعشقهم. ايه رايك؟ جامد والله. بجد. بص بقى تعالوا القلقاس اللي لا انت هتتغدى هنا. القلقاس اللون ده، القلقاس اللون ده عمرك ما تلاقيه عند حد غير عندي العبد اللي انا شو. والله ولا الطعم ده انا ما دوقتلكش القلقاس. مش عارفه انت ايه موقفك. بصوا تعالوا اوريكم الفراخ. تعالوا ولا هيمة ولا هيمة. والله العظيم يا ولا يا هيمة النعمة ولا هيمة والنعمة ولا هيمة. ده انت يعني بص شوف شوف الفراخ عاملة ازاي. شوف الفراخ لا ده بصوا قطعه قد ايه بوتو. شوفي قطعه قد ايه بوتو. قطعه قد ايه شغنطوطه الشاي. لا ده هتخرج منها تودع الجيم. تلغي عقدك مع الجيم. حلو. الله يكبر بخاطرك يا نشوى. بصي يا نشوى والله الاكل حلو قوي وجميل جدا. انا بجامل نفسي ده مش حد بيجامل امي بقى. وعملهم رز بالشعريه. تدوق رز بالشعريه؟ اما ناكل يلا نروح نتغدى بقى عشان نسهر بقى ونعمل حاجه حلوه وسهره حلوه وناكل تورته بقى وندلع نفسنا. احنا بقى اتغدينا وقعدنا وبعدين قلنا الحل، فجبنا التورتايه العظمه دي يلا بينا عند حماده حرب وقلنا ناكلها معايا قبل ما ابراهيم يروح، عشان لو روح وما اكلهاش هيصيص البيع يعيط. مش كنت اصبر عم يمشي يا نشوى؟ تهونش عليا كلها يا غالي. لا انا هنا عليها عادي. كلها يا غالي يا اختي. انا هنا عليها خالص. قلنا لنا ايه؟ ما انش عليها كلها غالي. يلا بتاكل شوكولاته ولا كريمه؟ شوكولاته الاثنين. لا ده جريء. لا جريء روحه. لا الواد ده يروح. الواد ده يروح. الواد ده يروح.